عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قال: لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. فقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله، هل هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من ذبح لغير الله، أو أنه إخبار منه عليه الصلاة والسلام بأن الله قد لعن من ذبح لغير الله؟ هذه الجملة شأنها كشأن قوله عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فهي محتملة بأن تكون خبرية، ومحتملة أن تكون طلبية، فجاءت بسياق الخبر من باب التأكيد على أن لعنة النبي صلى الله عليه وسلم واقعة على من فعل هذا الفعل. لعن الله من ذبح، من اسم موصول يفيد العموم، سواء كان هذا الذابح فقيرا، غنيا، امرأة، رجلا، هذه على سبيل العموم. فقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله نص عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة على الذبح، ولا يعني أن النحر خارج عنها، وإنما ذكر الذبح لأنه غالب ما يذبح، أو غالب ما يتقرب من الحيوانات الذي يذبح، وذلك لأن الذي ينحر هو الإبل، ونحر الإبل في ذلك الزمن قليل بالنسبة إلى الغنم والبقر، ولذا هي أنفس أموال العرب. قال تعالى: وإذا العشار عطلت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فمن ذبح أو نحر لغير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر.